وفتحت البوابات على بركة الله لتنافس جياد وأفراس عمر الأربع سنوات فأكثر التي لم تربع في الشوط الثاني على مسافة 1400 متر وقيمة الجائزة 54,000 ريال بمشاركة الباء محبوبة عقاب عطر الورد بنت قطوف المصطفى ساحل العاجل وجه الصبوع بارك سلمان أشقر هلا حادي بريق الحياة وعسير فتاة قرية والعميق القص فاعل حس الرعد والتقدم لفاعل من الداخل فتاة قرية في المركز الثاني العميق من الخارج أيضا ثلاثة رؤوس تتحادى الآن والوجه الصبوع تتقدم من الخارج الآن والمحاولات تأتي أيضا في بريق الحياة في المركز الخامس والصدارة لفاعل من الداخل والوجه الصبوع والتحادي أيضا من العميق في المركز الأول أن تحادي بين ثلاثة رؤوس فاعل العميق والوجه الصبوع ومحاولات فتاة قرية وأيضا محاولات من قبل بريق الحياة ما بين الجياد والأفراس عمر الأربع سنوات فأكثر فاعل يتصدر الجياد الآن بطول كامل وفهد العويس يستحث فتاة قرية للوصول المركز الثاني وعبد الله سعيد يستحث عطر الورد الآن فتاة عطر الورد المركز الأول والصدارة والمحاولات للدخول بقوة الخط المستقيم سيشهد تنافس قوي مثير ما بين جياد والأفراس وعطر الورد في الصدارة فتاة قرية في المركز الثاني والمحاولات تأتي أيضا من قبل ساحل العاجل الذي يأتي المركز الثالث الباني المركز الرابع والخامس لصالح حوا عسير.